بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ومائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، إنما مائل للدفء على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في شبورة مائية الصبح بدري على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة. احنا طبعا اليوم هيستمر معانا انخفاض درجات الحراره والاستقرار في الاحوال الجويه على اغلب محافظات الجمهوريه، لان مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا ما زالت مصادر كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط. العظمى اليوم على القاهره الكبرى ما بين 27 الى 28 درجه مئويه خلال فتره النهار، فبالتالي هنحس بالاجواء الربيعيه المائله للحراره على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد. أجواء معتدلة ومائلة للدفء على سواحلنا الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، أجواء حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده هيكون خلال فترات النهار، خاصة كمان إن في تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة تحت جزء من أشعة الشمس، فبالتالي هتساعد على الإحساس بالأجواء الربيعية. لكن خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس وخاصة في ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى فترة الليل ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية. أجواء فترة الليل خاصة في الأماكن الشمالية بتكون أجواء مائلة للبرودة، يعني على القاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد، معتدلة على المناطق الجنوبية خلال فترات الليل. كمان اليوم طبعا تكونت شبورة مائية فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأدت انخفاض في الرؤية الأفقية، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس. إن شاء الله متوقع من غدا الأربعاء يكون في ارتفاع في درجات الحرارة على كافة محافظات الجمهورية. الارتفاع دي بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، هيخلينا نحس بالأجواء الحارة فترة النهار لأن احنا هنتأثر بكتل هوائية صحراوية. ذروة الارتفاعات هتكون يوم الخميس، يعني العظمى على القاهرة الكبرى متوقع أنها توصل 32 درجة مئوية، يمكن ده يعتبر ذروة الارتفاعات، لكن المناطق الجنوبية هي الارتفاعات فيها تكون ملحوظة بشكل كبير، لأن العظمى على محافظات جنوب البلاد هتوصل ل 39 درجة مئوية. في استمرار لنشاط الرياح، ممكن ده اللي يخلينا نحس ببعض الأجواء اللطيفة خلال فترات الليل. احنا بنأكد على كل السادة المواطنين ان احنا خلال فترات الليل لسه في برودة في الجو، وخاصة فترة الصباح الباكر او فترة الليل المتأخر، حتى بعد ارتفاع درجات الحرارة مرة اخرى بيحصل انخفاض فترة الليل، فمهم جدا ناخد بالنا من نوعية الملابس بشكل كبير. يعني احنا لو خففنا الملابس فترة النهار وكان في ملابس صيفية اللي بنأكد عليه فترات الليل، بلاش الملابس الصيفية، يفضل تكون ملابس ربيعية او ملابس خريفية، لا تبقى قطعتين اتنين من المراية. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 28 والصغرى 17، العاصمة الإدارية 28-17، اسكندرية 24-16، العلمين الجديدة 24-15، مطروح 22-16، دمياط 24-18، بورسعيد 24-17، إسماعيلية 29-18، السويس 28-17، العريش 23-17، وكاترين 23-8، طابة 28-18، حلايب 28-20، شلاتين 32-22، شرم الشيخ 31-22، والغردقة 30-21، الفيوم العظمى فيها 28 والصغرى 18، بني سويف 28-18، الوادي الجديد 31-18، أسيوط 29-17، سوهاج 30-18، قنا 32-20، الأقصر 32-19، وأسوان 23-21. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لمصطفى وبسنت نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لميا. شكرا لك.